النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اغتاب مسلما. غيبة مو يعني فتشي مو بي، إذا مو بي هاي تهمة. أحيانا بعض الأفراد يغتابون يقولون هذا بي، إذا ما بي خو هاي تهمة. الكلام إذا في مؤمن عيب وكشفت هذا العيب من دون مبرر شرعي، من اغتاب مسلما لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. يجب أن يذهب ذليلا إلى ذلك الطرف ويستحل منه، وإلا الله ما يقبل منه. وإذا أكو مفسدة حقيقة في الاستحلال، يعني حقيقة تكون هنالك فتنة اجتماعية مثلا من الاستحلال، فيستغفر مرتين، مرة يستغفر لمن اغتابه ومرة يستغفر لذنبه الذي أذنبه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بأحد يوم القيامة يوقف بين يدي الله ويدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته، ما يشوف حسناته، صلاة صيام حاج مو مذكورة في هذا الكتاب، فيقول إلهي ليس هذا كتابي فإني لا أرى فيها طاعتي. هذا مو كتابي، هذا كتاب واحد آخر. فيقال له إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتياب الناس، صلاته مو مقبولة، صومه مو مقبول، حجه مو مقبول، حسناته مو مقبولة. لذلك ينقل عن أحد العلماء أنه اغتابه شخص فأهدى إليه الطبق من الرطب ثم قال له إنك قدمت إلي أفضل خدمة حيث نقلت كل حسناتك إلي أو كثير من حسناتك إلي، لأنه حسنات اللي يغتاب الناس تكتب في ديوان ذلك الرجل الذي اغتابه. فقال قدمت إلي أفضل خدمة وأنا ما أتمكن أكافيك على هذه الخدمة، ولكن هذا هو الميسور، تقبل مني هذا الطبق من الرطب. ثم يؤتى بآخر ويدفع عليه كتابه فيرى فيها طاعات كثيرة، فيقول إلهي ما هذا كتابي فإني ما عملت هذه الطاعات، فيقال إن فلانا اغتابك فدفعت حسناته إليك. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بشراركم، شر الناس من هو عند الله وعند رسول الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المشاؤون بالنميمة، الذين يفرقون بين المؤمنين، المفرقون بين الأحبة، هؤلاء شر الناس عند الله، الباغون للبراء المعايب. الرواية الأخيرة من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته، يعني كشف سره، كشف عيبه، كانت أول خطوة خطاها في النار. إن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتب فهو أول من يدخل في النار. الحقيقة هذه القضايا تحتاج إلى توجه، وتحتاج إلى ملاحظة، وتحتاج إلى دقة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا.